حياكم الله وأهلا بكم على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية. اليوم حتكون حلقتنا بشارع المتنبي، هذا الشارع شارع الحضارة والتاريخ والأدب والمثقفين، ونتمنى أن نقدر نحافظ على هذا الشارع. اليوم عندنا جوائز وهدايا مقدمة من الشركات الراعية، أول هدية مقدمة من مركز أمبريال للتجميل وشركة اسكوبار ومجموعة شركات حسين سامر الرائي، مثلجات جيلاتو، سلسلة مطاعم مندي اليمن، والمتسوق ماركت، وأكيد عندي اليوم مطهرات منظفات للمنزل للنساء حصرا. بس التجميل ما شاء الله النسوان قام يشابهن بالتجميل، شلون ما ادري. نبداكم باول فقره، فقره ركز وجاوب. فقره ركز وجاوب راح يكون تحدي بين فريقين، الشباب والشياب، لو نقلب العكس تقولون. لا راح نصدق. هنا الشياب وهنا الشباب. باول فقره، فقره ركز وجاوب، ابقوا وياي. السلام عليكم. عليكم. شلون صحة؟ اسم بالخير. علاء. علاء. عصام. 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 رحيم. رحيم. مروة. مروة. شلونش بالدولمة؟ الحمد لله. صار كم سنة أنت بالمتنبي؟ أول العام. أول العام. ايه؟ بصراحة. لا تجاملين. ايه؟ راح نسأل ترى. ايه؟ شو يقولون على الدولمة ماتك؟ بصراحة. أكو الناس حبتها وأكو الناس ما حبتها. لو كلها حبتها. كلها حبتها. والله. والله. ولا ندومي. أذاك زين باللحم لو بدون لحم؟ لا لحم. ايش بيع المعون؟ اكو بألفين واكو بثلاثة واكو الحافظة بستة. ما شاء الله. شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شخبارك؟ الاسم بالخير؟ عباس. بطل من ابطال تشرين؟ الله يقلبك حبيبي. ليث. ليث. الاندومي ولا البوتيتة؟ البوتيتة. ها البوتيتة حلو. تمام. هسه هنا راح نبدي نبلش. هاي الفقرة اسمها فقرة ركز وجاوب. راح تكون بها اكثر شخص يجاوب على اكثر عدد نقاط. نستمر وياكم اكثر عدد نقاط. تمام. لازم ما حد يغشش الثاني. تجاوب وحدك، ما تقول لي غيرك. ما لها دخل لا ابد نقاط. يلا ام منو؟ ام نور الدين. ام نور المايك يمك. اسم المايك ما تعرفين تحولين المايك. تمام. اين صنعت اول كسوه للكعبه؟ ها حلو. بالسعوديه. وين؟ بالسعوديه. سوريا؟ سعوديه. سعوديه. ها يلا. مصر. غششوك. عيده مغشش غير اي واحد حيغششكم. راح احول المايك هنا. راح احول المايك هنا. زين المايك حجي. سؤال هو، ما هو العنصر الذي لو وجد في الحليب لاصبح غذاء كاملا؟ عسل. العسل. المايك. ها حلو. قصدك العنصر يعني الفيتامينات لو شنو؟ حجي ركز وياي. ما هو العنصر الذي لو وجد بالحليب لأصبح غذاء كاملا؟ هسه الحليب احنا نشربه ليش؟ يطول الاطفال ليش؟ المغنيسيوم. شنو هو؟ المغنيسيوم. ها حجي؟ فيتامين. يا فيتامين حجي؟ فيتامين اي لو بي. حجي صار لك ساعة تفكر وتسوي هيك شيء. فيتامين. حجي داكل جزراني؟ ايه. داكل برتقالاني؟ لا المفروض بي فيتامين. ما بي فيتامين. ما بي فيتامين. ما بي فيتامين؟ تمام. بي حديد. بي حديد ما بي. ها تمام. ها. الزبد. نعم؟
دسوك ليه كاني ها الحديد 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 جوابك صح الحديد. هسه نرجع المايك يمكم. يلا مسارة مش خايف من المايك جاهزة؟ تمام. قربوا لي يمي قربوا لي تعال قرب يمي. السؤال هو ركزوا، ما اسم الغدد التي تقوم بتنقية الدم وتطهيره؟ الغدد اللمفاوية. ها؟ الغدد اللمفاوية. ركزي. الغدد اللمفاوية. ترى دي غششوش غلط، أنا أقول لك هالمرة غلط. ركزي. حاول المايك، يلا. الغدد اللمفاوية صحيح. أنا قلت لك اللي قالوه خطأ. اللي قالوه خطأ. أدري أدري بي. يعني أنت مصر على الخطأ مصر. نفسه. أنا أقول لك خطأ ما أعرف. سؤال شنو السؤال قلت؟ ما اسم الغدد التي تقوم بتنقية الدم وتطهيره؟ الغدد اللمفاوية. اي حجي مو بعد شو اقول لك شلون اغششك؟ مو قال لك الغدد اللمفاوية ما اعرف طيها طيها لا وانا سمعت جوابك صح وجوابك صح تمام. هسه ما كمكم حجي حجي هسه راح اجيب لك اسهل سؤال. نعم بيادة فلان كم دولة مسافر؟ يعني كم دولة؟ عدد لي اياهن بسرعة. انت راجع من السويد صار له 10 ايام. تركيا اليونان. شو بيها حصرة كأنك متى ترجع العراق ليش؟ حارة ادري والله حارة. المانيا السويد والعراق وهاي بس. مسافر بالعراق؟ اي يعني العراق ورجع. هسه رجع العراق. هسه رجعت ما صار اسبوع. وحترجع؟ لا. توقف بالعراق؟ اي. زين خلينا نخلص الصيف. روح تعال. تمام يلا تمام. ما اسم الديانة الأكثر شيوعا في الهند؟ السيخية. ها؟ الديانة السيخية لها مال كباب. هي الديانة البوذية. البوذية والسيخية عندهم ها حجي اندوسية يمكن اندوسية والسيخية وال وحدة اري وحدة وحدة اندوسية اندوسية؟ ايه الاندوس. حارة شو تقول؟ انا اقول البوذية. البوذية البوذية. البوذية ارجع لي حجي ارجع لي. ها حجي شو تقول؟ ادري بك حجي. ام ساره وين؟ بيع بيع يلا رزقك. خندس. ها؟ خندس. هندس؟ خندس. خندس حلو. خندس ما تعرف؟ الجواب الاصح هي الهندوسية. جوابك الاصح هي الهندوسية. صارت نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا. ام ساره لحقي على النقاط ما تشلح يروح هن؟ تمام. السؤال هنا هذا شامل. السؤال شامل. ما اسم وحدة قياس شدة الصوت؟ أي واحد راح يغششكم من خارج المكان هذا تخسرون. ما اسم وحدة قياس شدة الصوت؟ فكروا على كيفكم؟ رختر. شنية؟ رختر. 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 نص رختر. ها؟ رختر. رختر. ها ديسبل يمكن او شنيه ديسبل ديسبل لا هذا باسكن ها زين ايمن خليك هنا ام ساره قاعده تبيع فخلينا نروح عليها وارجع لكم ابقوا يمي فايزين وياي تعال تعال يمي تعال 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 ام ساره بسرعه بنت تبيع لا انا جيتك انت قاعده تبيعين دولمه والدولمه طيبه وكل نقول عليها طيبه لكن بسرعه جاوبيني مكونات الدولمة بسرعة السليق اي بسرعة بسرعة اي والشجر والباذنجان اي والتمر واللحم والبهارات ما شاء الله هاي اول هدية تستاهليها اللي هي مقدمة من مركز امبريال للتجميل وحدة والهدية الثانية اللي تستاهليها جيب ليها رايحان بسرعة تستاهلين بسرعة 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 رايحان بسرعة وهاي الهدية لك هم مبروك وتستاهلين عليك الرزق والعافية والستر لك ان شاء الله نرجع هنا ويا الشباب حجينا جت هدية لك حبيبي تستاهل حبيبي تخم تخن اكيد 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 الصحة زينة اعطيني هدية بسرعة هاي هدية لك حجي من شركة سكوبار مبروك عليك طيب بسرعة اثنين بسرعة اثنين بسرعة 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 هاي هدية لك واحدة هاي هدية لك بس هي مو ديسبل ولا لا ديسبل صحيح
حجي شلونك؟ خير. عندك اولاد؟ هسه هنا عندك اولاد واحفاد؟ هاي الهديه لكم ولاحفادكم. هي مقدمه من مثلجات جيلات والمنصور شرع 14 رمضان، مبروك عليك وتستاهل تاخذ الاحفاد والجهال والعائله، وهاي هم لك وتستاهل وحياك الله. مشاهدينا الكرام، اكيد ننتقل وياكم الفقره الاخ، هي فقره هي فقره ركز وجاوب. حطوا يا مشاهدينا الكرام، اكيد بعدنا مستمرين وياكم، خلينا نشوف اللي حيشارك وياي وراح يفوزون وياي. هنا عندي فريقين، الفريق اللي حيشاركون وياي اسم الخير اسلام هاجر. هاجر هاي صوت شقوشي مش فيه عليه؟ لا ريناس. لا بقي عليها هواي احسن. عمي بالله اساميهم انت افضل. هذه الاسامي هاجر ريناس ووالدتي ام اسلام. حياكم الله. علي محمد صادق. عمر. عمر عمر علي صوتك. عمر زينب. وتشبيش مغطى وجهك يا معودة. تمام. المايك يمك، المايك يمك. عندي بأول سؤال، من الذي اخترع المصباح الكهربائي؟ أي واحد يخششك من الموجودين تخسر. أنت جاوب وكل واحد يجاوب واحدة. يعني نتشاور بيناتنا عادي؟ لا لا، عندي علو عادي. لا تحاول، أي واحد حيغشش يخسرون. حلو. اديسون. يا اديسون ما ادري. طيب المايك بسرعه. اديسون. زين المايك. اديسون. اديسون شنو؟ ما اعرف بس اديسون شنو؟ ما اعرف بس هو يعني ذكر اديسون. ما اعرف. ها ما اعرف. حلو. هو اديسون. انا اديسون. اديسون شنو اللي يقول اسمه؟ يعني اسمه اديسون ابو محمد. يا اديسون. طيب المايك. ها نعم. من هو مخترع مصباح الكهربائي؟ هو اديسون بس اسمه ما اعرفه. على بالي ما تدري. اديسون. يا اديسون هذا السويدي. السويدي. اي السويدي. امير غانت. من هو؟ امير غانت. انت تحتقين هيك؟ ادري مو طراني عندي. ها من هو؟ من هو؟ ها امير غانت. بس علي صوتك. امير غانت. من هو؟ امير غانت. لا لا ما يصير. واحدهم خلاص 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 راحت عليكم. خلاص ما يصير. خلاص شويه يا حبيبي ارجع لي ورا. جاوب هو اديسون. لكن هو توماس اديسون. ماكو اديسون. هو اديسون لازم توماس وياه. اي لازم توماس. تمام. الاسئله شوي شوي. لا مو فريقه ورا هاد بدي وياكم. ها؟ لا ماكو غش. مصر. تمام بس ما يكمكم. حبيبتي بس تمرد حبيبي. تعال هنا تعال يمي تعال 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 يمي تعال 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 يمي. تمام. السؤال الثاني، أي من العلوم هو الأقدم في تاريخ البشرية؟ أي من العلوم الأقدم في تاريخ البشرية؟ أي من العلوم؟ أي؟ يعني اكو خيارات لو شو؟ لا ترى ما عندي علوة خيارات. ها طماطم أدري. جو. أي من العلوم؟ أي أقدم في تاريخ البشرية. يا علم. يا علم. واحدهم. يعني علم الكوكب. يا علم علم الكوكب. طيب المايك. ها والله اتوقع علم الرياضيات السمري. انا اعرفه. فلك. انا اعرفه. ناس ثاني. انا اعرفه. افتح لي البصمه. لا ما في مطعم. مطعم بيصر حبيب واحدهم. ها تمام ارجع لك. شنو السؤال؟ اي من العلوم هو الاقدم في تاريخ البشريه؟ علم الفلك. فلك. فلك. كلكم الفلك. تمام صارت نقطة يمك ونقطة يمهم. المايك يمكم شوية بس بلا يزحمة عليكم. بلا يزحمة عليكم. العالة خليهم يجون هنا. ركزوا وياي. السؤال الثالث، ما هو اسم أكبر بحيرة في كوكب الأرض؟ قزوين. قزوين. ها قزوين. قزوين. ايه المايك. قزوين. بحيرة. طيح المايك. ها ما تعرفين؟ ها شو السؤال؟ سؤال، ما اسم أكبر بحيرة في كوكب الأرض؟ بحيرة لا لا لا
البحر الاحمر يا اما المسيسيبي يا اما فيكتوريا. ها بحيره القزوين صحيح صارت نقطتين بنقطه. هسه المايك يبدي من هنا. هات بحيره قزوين. بحيره قزوين كم مره تستطيع اناث القطط ان تنجب سنويا؟ مرتين. القطط؟ لا اربعه. طيب المايك جد؟ اربعه. مربة حيوانات بتي؟ سبع مرات. ايش قد؟ سبع مرات. يا ارنب. اربعه. شو السؤال؟ ما انتبهت عليه. كم مره؟ اي القطط اي تنجب سنويا الاناث؟ ثلاث مرات. ايش قد؟ ثلاثه. انت تقول نفس السؤال جواب ثلاثه؟ صارت ثلاث نقاط بنقطه. المايك كمكم؟ زين 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 تجاوبون زين. ماشي. تمام. من هو اول شعب استخدم ساعه اليد؟ مو العراق ترى ولا الصين ولا لندن. لا دقيقه هسه ارجع لك. سويسرا؟ لا. طيب المايك. سويسرا؟ لا. بريطانيا. ها نفس الجواب. شنو؟ سويد. 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 السويد. سويسرا. سويسرا. ألمانيا. ألمانيا. بريطانيا هي أول من استخدمت ساعة اليد. أربع نقاط. بنقطة. المايك كان يم من المايك. يمكم؟ اسم المايك. ما هو الاسم الذي كان يطلق العرب القدماء على معدن الذهب؟ نعم. تمام بالك؟ بالي وياك. متأكد؟ ايه. مو الناس؟ لا وياك. ضايج؟ لا. تمام. ما هو الاسم الذي كان يطلق العرب القدماء على معدن الذهب؟ عيد السؤال. وحدهم هسه. العلماء. العلماء. ما هو الاسم الذي كان يطلق العرب القدماء على معدن الذهب؟ الطلاء. معدن الذهب. شنو بلا عيد السؤال؟ ما هو الاسم الذي كان يطلق العرب القدماء على معدن الذهب؟ نبو. 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 هو حير بين اجابتين اني. اختار واحد من الاجابتين. ما يصير وحدهم. ما يصير. اسكت. اي هو اتمنى ما سمعوا. اسكت. الحورس الذهبي. ليش ما تفوزني؟ لا ما راحت عليهم. راحت عليهم. الحورس الذهبي. شنو؟ الحورس الذهبي. المعدن الذهبي. المعدن الذهبي. الذهبي. إيه؟ ليش مو الرنان؟ هو ذهبي. هو ذهبي. معدن الاصفر. ها المعدن الاصفر. عاش يديكم. صارت خمس نقاط بنقطه. ارجعوا لي شوي لورا. ارجعوا بعد شوي لورا. ارجعوا لي. تمام. اول هديه مقدمه من مركز امبريال للتجميل. مبروك عليك. ثاني هدية ملك تستاهلين. وثالث هدية هاي مولك. تيسون تجميل؟ تيسون تجميل؟ لا لا. ناوي ناوي يسوين؟ إنهي الأحسن. إنهي. شكرا لكم. حياكم الله. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام انتقلوا وياكم إلى ثاني فقرة من برنامجنا. برنامج رام كلش. ويا فقرة ردة الكلمات السريعة. ابقوا وياي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحة؟ والله الحمد لله. اسم بالخير. اسماعيل. سلام حبيبي. علاوي. علاوي. اسمر. اسمر؟ اسمر. اسمك اسمر؟ لا لقب. واسمك؟ احمد. بس اسمر يعني المفروض انت مسدسات عندك وتقاتل. وعندي كل شيء وعلي. حسام ابو عبد. حياك الله. عز الدين. محمد. علي. اهلا وياكم. المايك كمك؟ يلا. راح اعطيك جملة. سبع مرات تقول ليها على السريع. اذا غلطت مره تعيدها. ثلاث مره ثانيه تخسر. بس سريع. كان غلطت. يلا قول يا الله. قول يا الله. يلا. تمام. قل لي قط طارق نط وطقطر طارق. هو خلنا قط طارق نط.
قط طارق نط وطاق طير طارق بعد ما اعرف الثانيه يلا طل ما اعرف الثانيه قط طارق نط وطاق طير طارق قط نارق طق نارق من هذا بعد فرصه عندك بعد فرصه يلا حاول ثلاث مرات تفوز قط طارق نط وطاق طير طارق شو مره قط نارق طق وطاق نارق طق عاش ايدك طيح الصفوق كبير يعني يلا علاوي قط طارق نط وطاق طير طارق قط طارق نط وغير طارق غير هو لا هو غير راح هناك قط طارق نط وطاق طير طارق قط طارق نط وغير طارق طارق غير منو بس شيل الغير شيل الغير بس شيل الغير كمل شيل الغير قط طارق نط وطاق طير طارق وطاق طير طارق مو بسرعه قط طارق نط وطاق غير طارق قط طارق قال غير موتني طير مايك يلا قطو طارق نط وطاق طير طارق خطو طارق نط قطو طارق نط خطو طارق نط قطو طارق نط خطو طارق قطو قطو طارق نط وطاق طير طارق خطو طارق قال خطو قطو 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 طارق نط قطو طارق نط خطأت بغير طارق مو خطأت طارق يلا ارجعوا لي شباب شويه قطو تعلمي قطو طارق نط قط وطارق نط وطق طير طارق وطق غير طارق سرعه قط ونط يلا بعد يلا يلا اديا قط وطارق نط قط وطارق نط وطق طير طارق وطق طير طارق يلا قط ونط قط طير مايك قط وطارق نط قط وناطق طار هذا بدايته هيجي قط المايك قط المايك قط وطارق نط قط وطارق نط وطق طير طارق وطق طير طارق قط وطارق نط جهاز كهربائي قط سعيد مرة ثانية حلفتي قط وطارق نط اي وطق طير طارق قط قط وطارق نط اي وطق طير طارق قط اي ايش عندي يعني لكن لاحظ قط قط وطارق نط وطق طير طارق وطق طير نط يلا قط وطارق طق وطق طير طارق طير مايك طير مايك يلا قط وطارق نط قط وطارق نط وطق طير طارق وطق طير طارق يلا قط وطارق نط وقط وطير غاط ارجع شوي لورا ارجع حبيبي تعال امي تعال امي وين تعال 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 شباب افتحوا لي بعد مساحه اكبر عاشت ايديكم تمام اسم المايك لا حتى غير جمله ركز وياي ركز شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف غير شرشفنا شرشفنا مع شريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشريف شرشفنا 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 مع شريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشف شريف زي شرف طيب مايك شرشفنا مع شريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف شرشفنا طيب مايك شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا زي شرشفنا زي شرشفنا بسرعة يلا شرشفنا مع شريف زي شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشرشف شو اسمه الشغلة مشرشف الحين شباب ارجعوا لي شوية ارجعوا لي شوية ارجعوا لي شوية ارجع لي ارجع لي ارجع 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 يلا الشغلة مشرشف الحين وانا استسلم شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا يلا اوكي يلا 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 شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا بسرعة يلا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا ايه ايه كمل شرشفنا ما لا لا سبع عمي خمس مرات كذا شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا 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 شرشفنا مع شريف لا لازم يفوز شرشفنا مع شريف شرشفنا مع شريف وشرشف شريف شريف زي شرشفنا ما غلط هو تعبت تعبت شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا شرشفنا مع شريف وشريف زي شرشفنا
كمل كمل كمل. شرشفنا مع شريف. كمل كمل. شرشفنا مع شريف. شريف زي شرشفنا. اتبعوا علي واحد. يلا. شرشفنا مع شريف وشريف غيره شرشفنا. طيب مايك. يا واحد. يا ولد بس ارجع. يلا. شرشفنا مع شريف وشرشف شريف زي شرشفنا. شرشفنا مع شريف وزي شريف نفس شرشفنا. عفوا طيب غيرها. شنو؟ قول لي شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. مشمسة طيب وايس. لا يلا. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي اي شمس ام الشمس استسلم بسرعه اكثر واحد يستسلم. شمس تمشي وشمس مشمسة. يا بنا استسلم. شمس تمشي وشمس مشمسة. يلا يلا. شمس تمشي وشمس مشمسة. 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 بتخاطع هاي في المايك. شمس تمشي وشمس تمشي وشمس تمشي وشمس تمشي في المايك. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. صح. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. صح. دور عمي. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي. شمس تمشي تمشي وشمس مشمسة. مشمسة. طيب المايك. أول هدية تستاهل. هاي الهدية. مبروك عليك. وثاني هدية مقدمة من معرض الوليد. مبروك عليك وحياكم الله. مشكورين مشاهدينا الكرام. أكيد بعدنا مستمرين هناك. ننتقل لكم إلى الفقرة الثالثة من برنامجنا. برنامج ركوع شوية. فقرة غنوة وشعر. ابقوا مرحبا. أنا بنت مثلي مثلكم وأعرف إن الجمال هو شيء ينبع من الداخل، بس أحياناً نحتاج إلى عناية من الخارج حتى نصنع شخصية أقوى وثقة أكبر بمكان يقدم لي خدمات عناية متكاملة لبشرتي وإضافات الجمال الطبيعي الوجهي وليزر إزالة الشعر بسلاسة وسرعة ونظارة البشرتي عنوان جمالي. ولأن إحنا نؤمن بأن جمالك يستحق أفضل المنتجات والخدمات، لازم تحظين بتجربة فريدة من نوعها للتجميل وعناية متكاملة بالجسم والبشرة. بالنهاية راح تتركين مملكتنا بثقة وجمال لا مثيل له. إمبريال، حيث يبدأ الجمال. السلام عليكم. السلام. شلون صحه؟ رمضان كريم. علينا وعليكم. رمضان كريم. زينين؟ شلون الكنافه؟ زينه. شنو انواع الكنافه اللي عندك؟ نابلسي وتركي. نابلسي وتركي. جبن وقشطه ولا بس جبن؟ لا كله جبن. كله جبن. والقشطه؟ قشطه ما اشتغلها. هنا طبعا جبن وسطه. اي تمام. نجي هنا. ازم المايك. اذا غنيت اغنيه وتفاعلوا وياك الناس راح تفوز وياي. صعبه. صعبه. تنسحب؟ اني ارجع لك. غني يلا بس بعلو صوتك بحيث الناس يتفاعلون وياك. يلا. يا حميد مر مثل ما مرينا. ما ارفع على وياك لا مو بيدي والله. يلا. مو ما على غاني. ها. اي. هتغني؟ انا ما اعرف اغني اصلا. ابد؟ ابد. يلا حجي. على صوتك هذي سمعوا كلهم. خدري الشاي خدري. خدري الشاي خدري. عيون المنى خدرة. الله. عيون المنى خدرة. راح ودماغ الروح قاعد الروح دوميش مكدرة. دوميش مكدرة. لا حلف ما خدرة. لا حلف ما خدرة. لا اقعد قباله
لا اقعد قباله الا يجي المحبوب الا يجي المحبوب واتمعنا بجماله واتمعنا بجماله خدري الجاي خدري خدري الجاي خدري عيون المنى خدره ما المنى خدره لا ماكو يلا اسمعوا ظله تشيل هموم ما شايف طاير ظله تشيل هموم ما شايف طعم النوم انا حياتي زي ما ماتي الدنيا وزيه يلا صبقوله صبقوله يلا هاي مالك وهيتي تروح انت راح تغني يلا باوع راح يتفاعلون وياك ولا برايك؟ كلهم يتفاعلون متأكد؟ متأكد متأكدين؟ يلا 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 اسمر طرط 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 يوم ما قرصتني يوم ما قرصتني يا يوم ما لا شفتيها سبحان اللي مسويها طرط بس وين حجي وين؟ مستوى حجي هاي الهدية مقدمة من المتسوق ماركت لرموك الأربع شوارع قسيم الشراء وتستاهل وألف ألف مبروك وحياك الله أما أبو غزير لا 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 أنا كل ما أجي متلبية في الكنابة ما بتجيبوه تستاهل هاي من سلسلة مطاعم مندي اليمن مبروك عليك أما أنت هاي الهدية مبروك عليك من تفتحها تعرف شنو فيها ارجعوا لي شويه ولا واحد بيكم غنى اغنيه انت مخسران انسحب حبيبي علاوي اسمر 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 ارجع لي ورا تعال امي تعال راح تدبرها تغني تفعل على الكاميرا شغل يعني يا ابني كيفك يعني وطنية؟ نسمع حسب والله شغل يلا 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 لك يا عمق نفجع شي اكيد بحالك يفجع غني؟ لا اغنية شباب شباب ارجعوا لي ورا ارجع لي شوية حبيبي غني وش تكمل تعال يلا على الكاميرا شباب خلنا نسمع يلا هوسي بعدين ودفشة هوسي ودفشة انا حواخر شوية شباب حتى واحدة بعد بعد يلا تعال هنا اخ 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 قد عزيز الروح بس للزين ما تنعم اجيتك والقلب في نار مو في كان حتى الهز عشاق شايل غيثاري يلا يلا مو شو يوني ما يدمج حتى بليل تعال حيدر ماشي والله حيدر شكو حيدر حبيبي هذا راح تغني راح تفوز وياه بجائزة شعر لوات عمي ذولا شعر لا والله ما عندي شعر ابد لا حيدر شباب ارجعوا لي شوي لورا يا صالح زين حيدر علاوي اسمر اخر اغنيه من عندك يلا اسمر اخر اغنيه اول مره اجي مثل ما يطلع خسران يلا اسمر علاوي بدل للهديه السلام عليكم. عليكم. شلون صحة؟ زين إن شاء الله؟ الاسم بالخير. محمد. حيدر. مصطفى. صلاح. وليد. أمير.
ماكو اوبر احكي الصدق. بابا احكي لي الصدق. لا عام كل عام يعني تضرب. اي عام. زين ليش؟ بعد بس سؤال ليش؟ مضطر استخدام بعد. ليش؟ زين انت ليش ما تلتزم بالغذاء؟ ملتزمين غدا. اوكي ملتزم بالتمارين مالتك احسن ملتزم بروتين هم عندك هم ملتزمين. لا على هالاوبر ليش يا حظي؟ قال لك موت عمي بطلب. يا قاعه تتمرن انت بالبصره؟ ايش اسم القاعه بالبصره؟ اوكسجين. وين بالبصره؟ سفان. اجتكم الصحه كلش الاوبر جد. تمام المايك يمك. زين المايك من البصره؟ من البصره. يعني جايين خطار؟ اي والله خطار. يا هلا بيكم يا هلا بكم باهل البصره. بسرعه قل لي هاي الجمله على السريع. ركز وياي. يا الله ركز. جدار دار طين دارنا اكبر من جدار دار طين جارنا. اعيدك اياها. راح اعيدها. جدار دار طين دارنا اكبر من جدار دار طين جارنا. جدار دار دارنا اكبر من جدار دارنا. شنو هذا؟ طين المايك. تعال ها ركز وياي. جدار دار طين دارنا اكبر من جدار دار طين جارنا. راح اعيد لك اياها على كيفي. جدار دار طين دارنا اكبر من جدار دار طين جارنا. والله نساها بسرعه. ساها طين مايك. بعد ما اعيد لك اياها تعبت. زين عادي تغير السؤال؟ لا تعرفه ولا لا؟ يقول يلا قولها. قول لي ما اقول لك. تعبت اخر مره. لو شدي تعبت بعد ما اقدر اخر مره اقول لك ما راح ادبروها. خل احول. يلا جدار دار طين دارنا اكبر من جدار دار طين جارنا. جدار دار زين المايك بسرعه. لا حطيك بغير جمله. ركزوا وياي. قل لي صفحه سبعه صعبه. صفحه سبعه صعبه بسرعه. صفحة سبعة صعبة. يلا نفسيته بسرعة. صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صعبة. سويت الثمن خمس مرات. عيد آخر فرصة لك. صفحة سبعة صعبة. طيب يلا صفحة سبعة صعبة. ها حلو. يلا قول يا أنت. صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صعبة. صفحة سبعة صفر. أنت بالرياضيات فول. يلا صفحة سبعة صعبة. عمي هذا شرع المتنبي حتخربه باللغة مالتك. اقعد معود. صفحة سبعة صعبة. عوفها. يلا لحطيك غيرها. قول لي شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمشة. مشمشة؟ بالرواد. طيب مايك. شمس تمشي. شوية. على كيفك. هدي. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. كم واحدة؟ عمي قوليها خمس مرات. شلون بلا؟ شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. مشمسة؟ مشمسة. حظي. شمس تمشي. يلا بسم الله يلا والله قلدي. شمس تمشي وشمس مشمسة. لا عيدة غلطت آخر شيء. لا ليش. يلا شمس تمشي وشمس مشمسة. ابن البصرة تستاهل. ونعم منك والله. توجيهكم على الراس. اعطيني هديه. اعطيني الهديه. تستاهل. مبروك عليك وحياك الله. اما لها ارجع. يلا بسرعه قول لي شمس تمشي وشمس مشمسه.
مشمشة. ها انت عندك الايه طاير. لا والله دا اقول لك ما صدق يعني مسوي برد ودا وضعيه مو زين. جابك لعد همي ومسوي برد. اسمع السريع بسرعه. شمس تمشي وشمس مشمسه. 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 هاي خمس مرات. شمس تمشي وشمس مشمسه. شمس تمشي وشمس مشمسه. ذاك ابو المشمسه بعد. الكلب الفين يلا. شمس تمشي وشمس مشمسه. مشمسه مشمسه اعطيني. شمس تمشي وشمس مشمسه. شمس تمشي وشمس مشمسه. شمس تمشي وشمس مشمسه. شمس تمشي وشمس مشمسه. والله عمي يقول لك يقولها صح. طي تستاهل. مبروك عليك وحياك الله. شكرا لكم ورد البصرة. ممنونين مشاهدينا الكرام. انتهت حلقتنا اليوم وياكم من برنامجنا برنامج يرهم كلش. اكيد حلقتنا كانت ممتعة ويا اهلنا وناسنا طيبين بشارع المتنبي. كانت الاجواء كلش حلوة. وشكرا للشركات الرائعة اللي قدمت هذه الجوائز والهدايا الممتعة. شكرا الى ايمن الخالدي وشكرا الى المصور علي حسين. لكم تقديم خطاب القصاب. اقول لكم الى اللقاء.